كده كبيرة المفروض تتفتح الباب، لا بتتفتح قوة صغيرة فتوطي انت وانت داخل، يبقى دماغك مطية كده في الأرض عبال ما جسمك يبقى في واحد وراك بيزقك عشان ما ترجعش لورا، عبال ما جسمك يكتمل جوه القلعة تكون حسبت لك على 150 خرزانة مثلا على وشك وعلى دماغك. أول ما تخش اسمها حفلة الاستقبال، تستقبل أحسن استقبال. وبعدين بعد كده يسألك الضابط اسمك ايه وبتاع، وتدي له البيانات بتاعتك بقى وانت في الحاله الجميله دي. فانا اما دخلت انا فلاح اعرف الفلاح يقول لك وانت في الخناقه حافظ على دماغك، اذا دماغك ما اتضربتش انت هتكسب المعركه. فاول ما خشيت وقيت رحت عامل ايديا على دماغي كده، وبعدين وانا ببص لقيت كعب كده سمانه رجل من ورا ملظلظه وبيضة. اتاري ده الضابط بقى اللي هو قائد العملية اسمه رضا عبد السلام، ولابس شوز كده بتاع باتا، فرحت مرمي على السمانة دي وغير السناني فيها بقى يصوت المرة اللي بتولد. وبعدين ايه اول ما يجي يسكن يروح محرك سناني، ما انا كسرت لي سنتين جوه في اللحم، ده اللي انقذني من العلقه. الشيخ امام اعتقل مع نجم بعد اعتقالي بحاجه بسيطه يمكن 3-4 اشهر اخرى، وبدات تجينا سلامات منهم كانوا هم في سجن القطر واحنا كنا في سجن طول. ولم اتعرف عليه الا في 71 حين خرجنا نحن الاثنين من السجن في الفتره دي. انا عملت حاجه بقى في امام ربنا يغفر لي بقى، او انا كان لازم اعمل كده. لما حطوني في الزنزانه دي قدامي الجدار اللي قدامي عليه السماعه بتاعه الراديو اللي هو في اوضه الضباط، هو جايبين لي اذاعه الشعب موجه اذاعه الشعب، الاقي الشيخ امام بيغني من اشعار ابن الفارض: فائق الاظعان يطوي البيض طي طي طيب قلت له طيب مين؟ لا ما ينفعش. خدوه بقى خوفوه. كان فيه ولد بيعدي عليا كل يوم يفتح يقول لي صباح الخير، انا معتقل زيك مش عايز تبع الجوابات بره. الاول انا توجست خيفه منه، فلما سمعت سائق الاذعان دي بقيت في نفسي امر. الصبح ثاني يوم قلت له هات لي ورقه وقلم، كتبت عزيزي جلال. مفيش اي شخص في التاريخ اسمه جلال، ما اعرفش حد اسمه عزيزي جلال. فهم الشيخ امام، قول للشيخ امام انا في القلعه وتعالى القلعه في زنزانة 2 وكويس وكل حاجه، وخليه يبدا يطبق الخطه رقم 2 ابتداء من السبت الجاي.
الكلام ده كان الساعة 9 الصبح، الساعة 3 كان الشيخ إمام داخل معتقل القلعة ودخلوني زنزانة. بس في الحالة دي أنا معرفش نجم فين هو الشيخ إمام. فالمهم كان معايا السجاير، قلت للمخبر ولع لي، لأن ممنوع كمان يبقى معايا كبريت زنزانة الواحد يعني. المهم قلت له ولع لي سجارة، فضلت أولع سجارة في سجارة، أنا عاوز أعرف الشيخ إمام فين ونجم. لغاية قرب الفجر كده لقيت صوت جاي من بعيد قوي، ده نجم بيغني أغنية لواحد اسمه نجيب شهاب الدين، سايس حصانك على الأنا وتعالى تلقى القليلة، مش عارف ايه وملانة، الصدر مرمر والنهود عريانة، مديت ايدي عشان اتفرج، مطر دراعي يا دراعي يعني. فعرفت مدى نجمي فين يعني بالظبط. بعد ما خلص على طول الشيخ إمام راح مغني أتوب إزاي وأنا أيوب، بقى صوت الصوت قريب مني قوي يعني. لغاية ما خلص برضك عرفت هو مدى فين، رحت أنا مغني جمعوا العشاء سجن القلعة، جمعوا العشاء في سجن القلعة، اتجمعوا العشاء في سجن القلعة، اتجمعوا العشاء في باب الخل، اتجمعوا العشاء بالزنزانة، مهما يطول السجن مهما القهر مهما يزيد البكر بالسكانة، مين اللي يقدر ساعة يحبس مهر ولا حد. اتجمعوا العشاء بالسجن القلعة، اتجمعوا العشاء بباب الإمام القلب، والشمس غنوة بالزنازل طالعة. 35 مليون جنيه كل سنة تاخدها شركة القناة، ماذا فكر عبد الناصر في تأمين قناة السويس؟ وهل كان يقدر عواقب تلك الخطوة؟ كيف حسم جمال عبد الناصر معركة الأحلاف العسكرية؟ تنظيمات الشيوعية بقى عندما كان يتخذ معها إجراء كان بيبقى نتيجة لنوع من أنواع التجريم. أيام السيد عربي الأربعاء 12 منتصف الليل على شاشة العربية. الباشا الثاني استلم مطرحه فبدأ يعلفط راخر ولله الحمد، فراح مطلع كل المعتقلين اللي في السجون ودخل المعتقلين اللي هم تبع عبد الناصر كلهم مطرحهم، حتى وزير الداخلية شعراوي جمعة دخلوا هم لسه ما خرجوش. والمهم يوم ما خرجوا جامعة القاهرة عرفت الخبر انهم طالعين، راحت عاملة احتفالية جامدة وعزمت كل الناس في جامعة القاهرة، كان في على الأقل 5000 طالب موجودين. بداية تبلور الفكر المقاوم، المقاوم للسائد والمقاوم للمنتشر في أذهان الناس وفي وجدان الناس عن الزعامة التي لا تخطئ وعن القيادة الملهمة والأشياء دي كلها، كان لابد أن يظهر البحث عن بديل أو يبدأ البحث عن بديل. البديل هنا كان في تبلور فكر، تبلور فكر واخد من أرضية المبادئ نفسها،
مبادئ الثورة، مبادئ التقدم، مبادئ الانتماء للجماهير الواسعة. يعني باختصار هو فكر يساري. احنا قاعدين كده يوم التاني لقينا ايه يا شيخ امام يا نجم، انا ببص من الشباك اللي على المنور الجواني لقيت ست عيال ما تعرفش فيهم البنات من الولاد، كلهم مطولين شعورهم. قلت لهم انتوا مين؟ قالوا احنا بتوع احنا الجامعه، بتوع الجامعه، طلبه الجامعه. قلت لهم جامعه ايه؟ قالوا جامعه القاهره. قلت لهم يعني في انهي كليه؟ فبنت منهم قالت الله يرحمها سيام صبري. قالت لا انت هتفضل تتحقق معانا كده كتير من تحت. قلت لهم طب ما تطلعوا. طلعوا عيال زي الورد، روح جديده، مصر جديده انبعثت. وعودوا ايه انتوا؟ قالوا احنا عاملين اعتصام في الجامعه. قلت ليه؟ قلت لهم ليه؟ قالوا احنا عايزين تحرير الوطن المحتل. قلت لهم كلنا عايزين تحرير الوطن المحتل؟ قالوا لا، احنا عايزين تحرير الانسان الاول اللي هيحرر الوطن المحتل. اثريهم ثوره ووجهه نظر متكامله، وايه الثقافه وخفه الدم دي اللي بينقطوا عسل. بس قلت لهم هاجي معاكم. قالوا لي لا انت ما تهوبش ناحيه الاعتصام عشان ما تبوظناش كل حاجه. صباح الخير على الورد اللي فتح في جناين مصر، صباح العندليب يشكي بالحان السبع يا مصر، صباح الخير على الورد اللي جاي فتح في جناين مصر. نجم وإمام هي تجربة بنت الجامعة أكتر منها حتى بنت على بره الجامعة، باعتبار أنه الجامعة في الوقت ده هي التعبير السياسي المهم في الحياة السياسية المصرية بعد 67. بعد 67 ظهر جيل جديد خالص بينفصل لأول مرة عن مرجعيات تاريخية، يعني الشيوعيين حتى بينفصلوا عن الشيوعيين اللي قبل كده، نصريين بينفصلوا عن جهاز الدولة، حتى جماعات إسلامية بتنفصل عن الإخوان المسلمين الجماعة الأم. ففي جيل جديد كان بيتكون مع نهاية الستينات أوائل السبعينات، وجيل بيدور لنفسه على مرجعية جديدة، وكان التظاهر أحد وسائل التعبير المتاحة جدا في الفترة دي. مجلات الحائط كانت حاجة مهمة الفترة دي، كمان ظهر فيها شريط الكاسيت، وأعتقد أن ده كمان مهم جدا. فالشيخ إمام بقى ضيف دائم على الجامعات المصرية، من المنصورة لعين شمس للقاهرة لإسكندرية، في كل الاحتفالات السياسية والمؤتمرات السياسية التي كانت تعقدها الأسر الطلابية اللي كان مسموح لها في ذلك الحين أنها تفتح أبواب الجامعة للضيوف من الصحفيين والكتاب. وفي الفترة دي كلنا تقريبا اعتقلنا ومتهمين بأننا نساند الحركة الطلابية أو نعمل معها. وصلت المرحلة دي لذروة في 72 في احتلال الحركة الطلابية لميدان التحرير. لا يرعبوهم لما كانوا معتصمين في الجامعه ماسكين في ايدين بعض، كان يسبق يقولوا اسمنا مصر، اسمنا مصر، اسمنا مصر. وفي ميدان التحرير كانوا بيقولوا اصحي يا مصر، اصحي يا مصر. انا رحت لهم ميدان التحرير كانوا زي مشتل الزهور يا احمد، الميدان كان حاجه تفرح. وانا جه واحد قال لي الساعه 3 بالليل وانا نايم والقرحه بتنزل، قال لي الطلبه في ميدان التحرير. جريت خدتها جري في الشوارع لغايه ما وصلت ميدان التحرير، راح نسيف لقيتهم في ميدان التحرير. ايه الجمال ده؟ مشتل ظهور وحتى امناء الشرطه كان نظام طالع جديد كانوا متعاطفين معاهم لانهم في سنهم شباب. اقتحام قوات الامن المركزي لجامعه القاهره واعتقال ما يقرب من 1500 طالب وطالبه، وضعونا في معتقل القلعه في وبالذات القيادات الانتفاضه، قيادات اللجنه الوطنيه العليا، كل واحد في زنزانة منفردة. ومن ثقب في باب الزنزانة شاهدت لأول مرة
أحمد فؤاد نجم يسحب أو يتحرك بصحبة الشيخ إمام عيسى. Bye.